الى ان وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم جيت المخاطره مره كبيره قلت له يا ولي محدودك يا روح اتضرك يا زوجك يا روح الا رفضت الايه رواه الدوريه الى ان وصل الى المنام وبيت وخالق عين خالق المخلوق عين ابو سليم. تبعت المراه ده ابو سليم مرات هذا ابو سليم مخلوقه ثلاث دول الان كما نحن حاجه هي من الدين ابو صلى الله عليه وسلم وصل الى وصل الى ربنا استعاد ربنا استعاد هذا هو الولد الله غير تحديد في سوحة على الزوج وين كان معه يا أصحاب الدين الله عليه وسلم على مكاته ما إلا الله كذا خصوص مرحب من هذا وحقه وقضي إخوان كان والله يا عيد والله استهدي بنا استهدي أسيب السلام صلي qiyaamadu ay shidada ay jirto in maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo jacaylkiisa iyo weynayntiisa ummadda qalbigooda uu ku wan yahay ilaahay inuu shafeecada cadiimka ah oo maalinta qiyaamadu ilaahay inuu waafajiyo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam kuu la kulmayo araggiisa jannadu gelayo la gelayo dhammaan allah naga dhigo adduunka inta lagu dhigo shanta qaaradood oo mawlidka nabiga lagu dhigo calayhi salaatu wasalaam ayagana u ducaynaynaa dowlado badan ka qayb galaan oo nabiga ziyaarteen oo mawlidkooda dhigaan oo maal ku bixiyaan dowladahaasna boqortooyadiinna waxaan leenahay allah xafido dowlad walba oo nabiga mawlidkiisa ka shaqayso oo weynayso oo yacni tacdiimiso oo maalkooda ku bixiso
وحان لانه بغرطو يذين ها أتكاتو عد الله على عدي معناها النبي التعظيم كي سيدنا لشيد خسور جدنا وحان لانه الله سوى هنونيو محايا لتوفيق ذي أيا كان مغان إلهي التوفيق ذا هو فجير آمين أغر علينا ما دعا لله دعا Yeah, no.